هذا وبدأ الجيش الإسرائيلي توزيع أوامر تجنيد لليهود المتدينين الحريديم، وذلك بعد أن أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا إنهاء إعفائهم من التجنيد. وأحدث القرار أزمة داخل إسرائيل في ظل خسائر توصف بالأسوأ منذ عقود في صفوف جيش الاحتلال. من القدس ينضم إلينا مدير مركز القدس للشؤون الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد زياد، أبدأ معك بالتداعيات المتوقعة انعكاسها على الشارع الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي أيضا بعد هذا القرار فيما يتعلق باستدعاء الحريديم. ما في شك أنه يعني المجتمع الإسرائيلي عم بيصادف مشاكل كبيرة جدا واختلافات كبيرة جدا في كافة المستويات. يعني طبعا واحدة من الشغلات اللي اليوم ممكن تثير مشاكل كبيرة هي قضية المتدينين، واللي زي ما تفضلت حضرتك في التقرير أصدروا قرار، وزير الدفاع أصدر قرار بأنه طلب تجنيد 1000 متدين، وهاي رح يكون لها آثار كبيرة، لأنه كلنا بنتذكر لما يعني قبل قرار المحكمة وكان النقاش حول تجنيدهم، أحد كبار الخصامات قال إشي اللي غير مسموح، قال إذا أنتم بتضغطوا علينا بتكون تجندونا إحنا بنترك البلاد. طبعا هذا واحد من الأدلة إنه هم غير مربوطين بهاي البلد، واحد من الأدلة إنه هاي مش بلادهم، يعني ما حدش في الدنيا بترك بلده، لكن كمان هاي بتدل على عمق الأزمات اللي موجودة في داخل إسرائيل. والصحيح يعني زي ما قلنا هذه واحدة من التداعيات. يعني على سبيل المثال امبارح حدث الطائرة اليمنية، طبعاً هاي الطائرة اليمنية خلقت كمان انقسام كبير في داخل إسرائيل، اعتبرت وكأنها يعني بحجم 7 عكرة، يعني بحجم 7 أكتوبر، هذا الفشل الكبير اللي يعني كان نتيجة هاي الطائرة. رد إيلات على سبيل المثال، يعني لما صار في رد من إسرائيل على على اليمن وضربت اليمن، إيلات رئيس بلدية إيلات حكى بشكل واضح جدا إنه أنتوا لأن الضربة في تل أبيب رديتوا، إحنا صرنا 8 أشهر بناكل صواريخ، مئات الصواريخ أكلنا ما رديتوش. فهذا بدل على تفكك في المجتمع الإسرائيلي، بدل طيب. على حالة الاستقطاب، حالة الاستقطاب الموجودة سيد زياد، كيف يمكن الحديث عن مآلاتها أو تصوراتها للمرحلة المقبلة مع استمرار نتنياهو بسيناريو الحرب الذي يتحدث عنه، بغض النظر عن كل هذه الضغوط من الشارع الإسرائيلي، ليس فقط فيما يتعلق بالحريديم وإنما أيضا بعائلات الأسرى المحتجزين الذين يهددون بشكل متواصل باستقالة نتنياهو والخروج إلى الشارع، أين يمكن الحديث عن نقطة تحول بحسب القراءات الاقتصادية والاجتماعية التي من الممكن أن تحدث فرقا في هذا الأمر؟ أنا في اعتقادي أنه الأمور خلال فترة بسيطة ممكن تتفجر في داخل إسرائيل على كل المستويات. المستوى الاقتصادي اليوم وضع صعب جدا، هناك مئات الآلاف اللي موجودين خارج بيوتهم وخارج مناطقهم من المستوطنين اللي مش قادرين يوصلوا لبيوتهم، هناك طبعا آلاف الجنود اللي عندهم علاجات نفسية وإلى آخره، وأرقام كبيرة. كل هاي التداعيات كل يوم عم تكبر، لذلك في شعور أن نتنياهو، هذا واضح يعني عوضا عن قضية المصلحة الخاصة، لكن هناك تأكيد أنه في الدقيقة اللي بتتوقف الحرب لأي سبب المجتمع الإسرائيلي رح ينهار، المجتمع الإسرائيلي رح يكون له تداعيات كبيرة جدا اللي رح تتفجر فعلا، لأنه المشاكل هالقد مشاكل صفت عميقة بال8-9 أشهر هدول اللي ممكن فعلا تأثر. وفي أي دقيقة يعني إذا توقفت الحرب إحنا نعرف إنه مصير نتنياهو سجن رأسا، يعني بدون نقاش، بمعنى يعني
مش راح يطول انه يدخل السجن. طيب لكن الان راح يكون لها تداعيات وانهيارات في المجتمع الاسرائيلي. فيما يتعلق بزياره نتنياهو لواشنطن، وكان من المفترض ان يتحرك اليوم، ولكن بسبب الاحتجاجات في الشارع الاسرائيلي وتحديدا فيما يتعلق باهالي الاسرى الذين هددوا ايضا بتنظيم تظاهره كبيره في واشنطن عند القاء خطابه وعند لقائه ببايدن، كيف يمكن الحديث عن هذه الزيارة، مآلاتها، كيف سيتصرف نتنياهو في ظل هذه الظروف المحيطة به داخليا وأيضا خارجيا، وكيف سيتعاطى مع ملف التفاوض الذي تم برعاية أمريكية، ودائما تصدر تصريحات أمريكية بأن هناك تقارب وبأن هناك لربما قبول من جانب حماس وإسرائيل للإطار المبدئي لهذه الصفقة؟ طبعا يعني المعروف بشكل كبير عن نتنياهو طول تاريخه أنه أحد الناس اللي عندهم موهبة التحريض فعلا. يعني نتذكر احنا ايام انتخابات حرض على العرب، كيف العرب عم بركضوا على الصناديق. اليوم ناخذ اكثر من مجال في التحريض، يعني اليوم عم بحرض على الجيش، هو ومرته وابنه وعم بحرضوا على مسؤولين الجيش. اليوم في تآمر على ترويحة جالانت مثلا، بده يقيله. يعني كل هاي القضايا عم بيحاول نتنياهو انه يطلع، وحاول انه يصمد، وحاول انه يوصل لزياره، عشان هيك كان في محاوله طول الوقت لابعاد فكره التفاوض وفكره الوصول لصفقه لحد ما يوصل الولايات المتحده، وهو بفكره انه يكسب وقت ويبرز او يطلع معه اي نوع من الانتصار اللي يقدمه للجمهور الإسرائيلي. طبعا اليوم حتى اليوم كل يوم في فشل، بما فيها حتى برد اليمن، هناك انشقاق في داخل المجتمع الإسرائيلي، في ناس اللي مع وناس اللي ضد وناس اللي عم بقول إنه هاي رح تفتح علينا جبهات جديدة ورح تفتح علينا شغلات كبيرة. فهناك فعلا يعني نتنياهو بأي دقيقة ممكن ينهار، طبعا مع كل هاي الصلابة تبعته ومحاولة إنه يوقف أمام كل هذه التناقضات اللي موجودة في المجتمع الإسرائيلي. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المشاركة، مدير مركز القدس للشؤون الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري.